مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي كيراكم دايرين؟ نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير والصحة تمام يا ربي، وكل حاجة مليحة، وحبابكم وناسكم والناس اللي عزيز على قلوبكم كلهم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نطلع لكم من خلال هذا الروتين، وأول حاجة بغيت نبدأ بها هي هذه الصور تاع المحاجب والمطلوع اللي دارتهم أختي ماما إيناس وإسحاق. ربي يحفظك إن شاء الله، وشكرا على تعليقاتك الجميلة، وشكرا على مشاركتك ليا بالصوالح اللي حضرتيهم. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وصراحة كانت فرحانة وهي تحضر في هذوك الأطباق، وهذا الشيء أنا يفرحني ويسعدني أنهم خرجوا لها شابين، وبارك الله فيك وشكرا لك، وإن شاء الله ربي يجعلها دائمة إن شاء الله. المهم كما كتشوفوا نهار تاع اليوم نهار واحد النهار اللي مغيم وبارد وكذا هنايا في الطرف، فقولوا لي أنتم الأجواء كيفاش دايرة عندكم مع ذيك الولاية إذا سمحتم، هكا باش نعرف أبوبخي كيفاش داير الحال عندكم. المهم حنا عندنا البرد، والوقت هذا اللي نسجل لكم فيه راهي 10:30 تاع الليل، وراها الشتاء ما شاء الله عليها راه يطيح. المهم بالنسبه للفيديو تاعنا تاع اليوم فهو واحد الروتين اللي متنوع وفيه بزاف سوالح. المهم كان عندي هاد البلاطويات، المهم شفتوا الكاريته اللي كانت عندي في البلاكار، وكان عندي الدنيا لوميديتي وكل شيء، فهاد البلاوات تاعي لقيتهم صداو لي من واحد البلايص، فاستعنت بهذا البخاخ اللي سبق لي وشاركته معكم. غادي نخلي لكم ايضا الصوره تاعه هنايا باش تشوفوا اسمه هكا باش يبان لكم واضح. المهم هو مليح شويه للصدا، يقلع الصدا خصوصا على لي فيس ولا لا بغيتوا دي فيس وكاش حاجه، وسبق لي وشاركتك معايا ملي يقلع الكولا ويقلع انواع تاع الكولات هكا اللي كيكونوا ملصقين عفسه، فاستعنت به هكا وخليته واحد شويه، ومن بعد جيت نقلع هذاك الصدى اللي تكون لي في البلاطويات كما كنت تشوفوا. يعني صراحه زعما منظر مزعج هكا، خصوصا اني كنت شريتهم واحد الوقت وشيتهم بالغلا هاد البلاطويات، فالحمد لله يا ربي. المهم هنايا غادي نستعين بواحد الطريقه اللي شفتها في فيسبوك، يعني عندها مده ملي شفتها في فيسبوك وحده حطتها، وقلت لي مالا نجربها ونشاركها معكم بالنسبه للاخوات اللي شافوها ومازال ما جربوهاش، فانا غادي نشاركها ونجربها معكم بحول الله. اما المكونات اللي غادي نحتاجوهم لهذه الطريقه فهما ساهلين، هما الخل والسكر. المهم يعني هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو كما كنت تشوفو، خل طبيعي، مهم واحد الخل والسكر. غادي ندري السكر ونشمخه بالخل، نخليه مده من الزمن وبعدها نحكها هكا ونشوف الصدى تاعي اذا غادي يتنحى ولا لا. مهم انا غادي نجربها معكم الطريقه ونشوف اذا نجحت لي ولا لا. وفي هذا الاثناء غادي نغتنم الفرصه ونوجه واحد التحيه كبيره 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 لاختي ام امير من الطرف. تحيه ليك اختي ام امير، اختي نجمه ام ملاك من معسكر، مشتركه وفيه وتعليقاتك ديما معايا كل يوم كل فيديو نحطها لك معايا، فشكرا جزيلا لك، ربي يحفظك وجميع الاخوات اللي راهم وفيات لي، ربي يحفظكم ان شاء الله. الاخت المسمات تحت اسم سليمان حرداوي، ربي يحفظك ان شاء الله. ام ادم من تلمسان، تحيه ليك ولكل الناس تلمسان. أختي سمية من عين طاية، كذلك الأخوات فاطمة ونعيمة من تيسمسيلت، أسماء من رمل السوق، منا من القالة، تحياتي لكل سكان تيسمسيلت وسكان القالة وسكان الطرف أجمعين إن شاء الله. وأختي الغالية أم إخلاص من سعيدة ونسرين من العاصمة، تحياتي أيضا لكل سكان سعيدة والعاصمة. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير، دون أن أنسى أختي أم أمين وسارة من سطيف وكل سكان سطيف، تحية ليكم. وكذلك من تونس الأخت فاتن من تونس، تحية ليك ولكل أشقائنا التوانسة، ربي يحفظكم إن شاء الله. ولينا ونهال من البوليدة، ربي يحفظك إن شاء الله. مع الأخت إني أخاف الله، ربي يحفظك إن شاء الله، والله يجعلنا دائما من الناس التي تخاف الله. المهم كما كشتو سنيوات تاعي كنت دهنتهم بهذاك المزيج ولا هذاك الخليط تاع السكر والخل، خليتهم واحد شويه وجبت واحد الحبل، وعلى حسب ما كانت كاتبه الاخت فقالت لكم استخدموا الحبل، يعني ماشي السلك، الحبل العادي ماشي السلك باش ما تجرحوش السنيوات تاعكم. المهم انا استخدمت هذه الطريقه وراني قاعده نحك فيها، والصراحه لحد الان راني نشوف بلي راهي تنحى لي الصدى، خصوصا اللي يكون الصدى ماشي عميق، يعني واحد الصدى اللي جاي غير من الفوق للفوق فهو تنحى لي
ما شاء الله، خصوصا هنا من التحت. المهم كاين واحد الاماكن اللي ما تنحاش منهم يعني بزاف بزاف، لكن على العموم ما شاء الله الطريقه تاعها عجبتني، واني شللتهم هنايا وبدات تبان فيهم صراحة، عجبتني فيهم اللمعة أكثر من أنهم يعني باش ينحوا الآخر. فقلت لكم نحالي واحد شوية. المهم هنا هذاك لا كولور تاع الصدى هذيك لورانج نحاها كاع يعني ما تشوفوهاش، غير كي خلالي الأماكن اللي كانوا مصديين فيهم يعني اللي كان بزاف الصدى فيهم عميق، فخلاهم لي كيما راكم تشوفوا هنايا مالغري راحت لا كولور تاع الصدى، لكن بقات لي هذيك. المهم تنحالي هذيك لا كولور وصايي. المهم راني نشوف فيهم، راني فرحانة بهم دركا، وأكيد ما غاديش نرجعهم البلاكار، غادي نخلفهم هكا في القماش. مهم انا البورصه تاعهم راني مخليتهم هذوك القماشيين، غسلتهم ونشرتهم وخليتهم ينشفوا، وغادي ان شاء الله نلايمهم فيهم ونرجعهم بحول الله الاماكن مكان واحد اخر ان شاء الله غادي نشارككم به. اما بالنسبه لوصفتنا تاع اليوم ولا الحاجه اللي غادي نطيبوها اليوم، فهي واحد الوصفه تقليديه كما كتشوفوا من المكونات، نفس العبار عبرنا به الزيت والبيض والسكر اللي هما كوب 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 يعني، ولا كاس كاس كاس، ولا زلافه زلافه. مهم نفس العبار تعبروا به الزيت والبيض والسكر، ديروا معاه زوج تاع الفاني وزوج تاع الخماره. هذا مكان انه طورني نعم، هو الحلوى تاع الطابع الجزائريه التقليديه. اليوم غادي نديرها لكم بالكلاصاج، واحد الكلاصاج اللي اكثر من رائع بدون بيض، ويبقى لكم طري وبنين وشباب. صراحه هذه وصفه جدودنا وناس تاع بكري والناس تاع زمان كانوا يديروها، وناجحه مليون في المية. المهم هنا طلعت البيض مع السكر، من بعد ضفت الزيت وضفت كذلك الدقيق الابيض، بشويه بشويه غادي نضيفه اضافه الى الفاني والخميره يعني اللي هما زوج كيسان. بالنسبه للدقيق قلت لكم تبقاو تضيفوا فيه بالعقل بالعقل حتى تحصلوا وتلايموا واحد العجينه اللي تكون طريه ومتماسكه يعني، وطريه بعض الشيء يعني ما تيبسوهاش بزاف، باش عاوتاني ما يجيكمش قولوا لي الكاطو تاعكم ولا طورني ما غاديش يجيكم يابس وناشف بزاف. وانا باش ما نقعدش غير نرش في الفارينه ونواسي، فتعودت عليا بالطريقه تاعي انني نحط كيس من الفوق وكيس من تحت، ولا بلاستيكه من تحت وبلاستيكه من الفوق. وهادو البلاستيكات تاع الديول يعني كي نشري الديول قلت لكم بالبدا ندس هادوك البلاستيكات تاعهم، يبقاو لي مده طويله وانا نخدم بهم هكا لي صابلي ولا نخدم بهم اي حاجه ويبقاو عندي ما شاء الله عليهم. المهم نحلو العجينه كما كنتو تشوفوا، نحلوها بواحد السمك اللي يكون مرتفع شويه يعني، نعلوها شويه العجينه ما نرقوهاش كيما نرقو الصابلي، لا كيما نعرفوا كاع باللي الطورني خاصه يكون خشين واحد شويه. نغطسوا المول تاعنا ولا القطاعه تاعنا في الدقيق الابيض ولا في الفارينه ونبدا نقطع الاشكال. بالنسبه لي انا اختاريت هذا القلب. بعد ما نكمل كاع القلوبة تاعي ولا كاع الكاطو تاعي، غادي نسدفه في واحد الصينية اللي تكون مغلفة بورق الطهي وندخلها الفرن درجة حرارة 180 ونشعل عليه ونشوفه حتى ينتفخ ويصفار فقط من الأسفل، نقلعه ونخليه يبرد. في هذا الأثناء اللي راه يطيب الكاطو تاعي أنا غادي نوجد الكلاصاج. بالنسبة للكلاصاج أنا درت كاس يعني تاع أتاي، كوب تاع شاي من الصغار ماشي كوب شاي من الكبار، نتوما تقدوا. أنا الكلاصاج درت بزايد يعني باش يبقى لي، لأني غادي نصنع غدا إن شاء الله غادي نزيد نفس الكميه فصنع دوبليت المقادير. اما بالنسبه لكم نتوما فديروا فقط نصف نصف، وغادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف باش ترجعوا عليهم. المهم ديروا نص كاس اتاي تاع الزيت، نص كاس اتاي من الحليب، ونص كاس اتاي من المزهر، نفس الكاس تعبروا به نص 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 هكا باش ما يجيكمش عاوتاني الكلاصاج بزاف. كيما قلت لكم انا دوبليت يعني درت فنجال كامل من الشاي، قلت لكم باش غدوه ان شاء الله كذلك نعاود نصنع كميه اخرى من الطورني. اما بالنسبه لكم ثم نص كوب من الشاي ولا نص كوب اتاي يكفيكم. ونبدا نضيف السكر مغربل بالتدريج. هنا في هذه المرحله تبغوا تلونوه تبغوا تخلوه ابيض، هنا ما يبالكمش اللون غامق، غير فقط في التصوير راه يبان غامق، اما هو فهو واحد الغاز اللي هو كلير كما كتشوفوا فيه. فانا قلت لكم قسمت الكميه على زوج، نص دسيته ونص خليته. هذا اللي غادي نغمس فيه الحبات تاعي تاع الطورني كما كتشوفوا فيهم، جاو رائعين منفوخين وذهبتهم الله يبارك، جاو سوا سوا في الطياب تاعهم ما شاء الله عليهم. والكلاصاج هذا قلت لكم اكثر من رائع يعني، يجي بنين وخفيف وكذلك يبقى لكم طري فتره طويله. ورشيتهم هكا بالفيرميسال هذه الملونه، والصراحه عاونوني وليداتي ربي يحفظهم كيما سبق لي وقلت لكم، دخلوا وليداتكم معاكم شويه الكوزينه.
المهم نشربنا القهوه تاعنا انا وليداتي، من بعد راحوا هما يلعبوا وانا قعدت دايما هكا في صالحي في الكوزينه، يعني نغسل شويه ماعين ونخمم شندير ندير عشايه. صراحه راهي باحره تلمر انا كل يوم يعني في العجين والطياب وكذا، والدراري ما شاء الله عليهم يعرفوا غير ياكلوا، يعني اللي طيبيها يصلحوها. فالحمد لله ربي الله يحفظهم، هما راحوا يلعبوا. وفي هذه الفتره درت لهم هاد اللعبه تاع بيكري، كنا نديروها كنا نديروا كاس ونحطوا فيه ايزيس والماء ويقعدوا هكا يلعبوا به. كما كنت تشوفوا ولادي دار هكا، ولدي دار شير في يديه وراه قاعد يلعب بهذوك النفخات. المهم مره تجيب مره تخيب. والحمد لله رحمه ربي تنزل من عنده سبحانه. الشتاء راهي المطر، الجو الشتوي بامتياز سبحان الله، مع ان راه العشيه ولكن الحال بدا يغيم بكري. وكما كتشوفوا المطر والشتاء وكل شيء خير لله سبحانه وتعالى، وهذا ان دل على شيء فانما يدل بلي الخير راهو قريب والفرج قريب ان شاء الله يا ربي. تحياتي ليكم ولكل سكان البليده، ربي يشفي كاع المرضى ونبغيكم بزاف. ما تنسونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم واشتراككم، كذلك بارتاجوا الفيديو، نبغيكم بزاف والسلام عليكم.